وتفاصيل حلوه كتير بحب دايما اسمعها من اصحابها، من اصحاب الشان يعني. دكتور طارق عوض، متحدث باسم مبادره احلال وتجديد السيارات، مساء الخير على حضرتك واهلا بيك في التاسعه. مساء الخير يا استاذه دينا، على سيادتك والساده المشاهدين. دكتور طارق، المبادره بالارقام اللي احنا سامعينها ومتابعينها بتقول انه في اقبال شديد وكبير جدا، لكن احنا الارقام بالنسبه لنا مجرده، لكن اكيد عند حضرتك في معلومات اكتر. يعني انتوا مستهدفين قد ايه؟ وامتى نقول ان احنا حققنا نتيجه مرضيه تفرق في البيئه، في تحديدا في العواصم يعني المحافظات الشديده الازدحام في مصر؟ بالفعل زي ما سعادتك ذكرتي، نقول منذ بدايه المبادره، منذ اطلاقها السيد رئيس الجمهوريه في يناير 2021، وكان الهدف الاساسي اللي اعلنه فخامه الرئيس في ذلك الوقت ان يتمتع المواطن المصري بالحصول على سياره بديله لسيارته القديمه، بسياره موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي. وبالفعل منذ هذا التاريخ اطلقت المبادره موقع الكتروني مخصص لتسجيل المواطنين عليه. هذا الموقع باللغه الانجليزيه يسمى جو جرين مصر، ولكن المواطن يستطيع ان يكتب باللغه العربيه الموقع الالكتروني للمبادره الرئاسيه لاحلال السيارات، يطلع له نفس الموقع، وعبر بعض البيانات المطلوبه على التسجيل بها على الموقع يستطيع المواطن المشاركه واختيار سيارته الجديده واختيار البنك المقرض لثمن السياره. والشيء بالشيء يذكر، نقول ان المبادره بتتيح للمواطنين العديد من التيسيرات والتسهيلات، اهمها اولا ان المواطن بيجد داخل المبادره ان هناك تخفيض في اسعار السيارات من الأساس عن مثيلتها خارج المبادرة، لأننا بنحصل على هذه التخفيضات من الشركات المنتجة للسيارات مباشرة، وهي بالمناسبة شركات عاملة داخل جمهورية مصر العربية، ولكنها تحمل ماركات عالمية هي الأغلب في الشارع المصري استخداما. يعني يا دكتور ببساطة نقدر نقول حضرتك بتشجع صناعة السيارات في مصر، وفي نفس الوقت أنت بتقدم خدمة حقيقية لمستحقيها. بالفعل يا فندم، ويمكن ده واضح ايضا من ان القياده السياسيه بتنتهج نهج الان هو توطين الصناعات داخل جمهوريه مصر العربيه، خاصه صناعه السيارات. الامر الثاني ان داخل المبادره المواطن بيجد ان الجهاز المصرفي بقياده البنك المركزي بيوفر له سداد ثمن السياره بالكامل عبر قرض بتتيح له البنوك المشاركه، وهي حوالي 31 بنك. هذه البنوك بتتيح للمواطن قرض سداد ثمن السياره كاملا ومباشرة إلى شركة السيارات عبر فائدة مخفضة جدا وفائدة ثابتة قدرها 3% موزعة على عدد الأقساط. عدد الأقساط أيضا المبادرة بتوفر للمواطن إما 7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختياره، حسب قدراته المالية. هذا بالإضافة إلى أن كما ذكرت سعادتك في المقدمة، الدولة ممثلة في وزارة المالية بتتيح للمواطن ما نسميه الحافز الأخضر. هذا الحافز هو عبارة عن مقدم لثمن السيارة الجديدة بيسدد لشركة السيارات مباشرة نيابة عن المواطن. هذا الحافز في حالة السيارات الملاكي بيقدر ب 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. هذا إلى جانب أن المبادرة بتتيح للمواطن وثيقتي تأمين، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن نفسه. هذه أيضا الوثيقتين مخفضة الثمن حوالي 50% عن مثيلتها في السوق خارج المبادرة. هذا بالإضافة لأن المواطن داخل المبادرة بيتسلم سيارته الجديدة محملة باسطوانة الغاز الطبيعي دونما أن يتحمل أي أعباء مالية في تركيب الاسطوانة مثلما يحدث خارج المبادرة. حلو قوي دكتور، اللي حضرتك بتقوله قريب من المثالية، بداية من فايدة القرض، التفاصيل بتاعة الإحلال والتجديد. هل المبادرة، سألت حضرتك في البداية عن المستهدف، يعني بالتأكيد كان في خطة واستهداف لعدد معين من السيارات، وبالتالي سؤالي بقى هيزيد عليه جزء، إنه هل اتأثرت المبادرة أو سلاسل إمداد بقى الشركات تصنيع السيارات، وإحنا عارفين إن في أزمة في دخول السيارات وارتفاع الأسعار، هل ده أثر على المبادرة بشكل أو بآخر؟ هل ممكن يأخر شوية مواعيد التسليم؟ قول لي حضرتك النقطة دي تحديدا، لأنه بالتأكيد ممكن يحصل فيه تأثر.
تمام سعادتك، المبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021 كان المقدر لهذه المرحلة واللي أطلق عليها المرحلة الأولى 3 سنوات، وقدر ل3 سنوات أن يتم إحلال حوالي 250 ألف سيارة ما بين الملاكي والأجرة بنوعيه التاكسي والميكروباص، أي حوالي 80 ألف سيارة في العام. ولكن كما ذكرت سعادتك نتجت بعض المشاكل الدولية التي أثرت على إنتاج السيارات بصفة عامة على مستوى العالم، كان أهمها انتشار فيروس كورونا وما أدى إليه من نقص في العمالة ونقص في كمية الإنتاج، بالإضافة إلى أن كان هناك مشكلة دولية في نقص أحد مكونات السيارات الحديثة وهو ما يطلق عليه الرقائق الإلكترونية، وهذا أدى بالفعل إلى تقليص في أعداد السيارات المنتجة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاكل الشحن الدولي وما نتج عن بعض الصراعات الدولية سواء سياسيا أو عبر بعض الحروب الدائرة. كل هذا أثر بالفعل على إنتاج السيارات على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط، وبالتالي تأثر السوق المحلي بهذا الأمر. ولكن احنا بنطمن مواطنينا ان الشركات المنتجه للسيارات والتي تتعامل في المبادره بتبذل قصارى جهدها بالفعل لتوفير العدد المناسب من السيارات الجديده للمواطنين، وهذا يبدو من يعني عدد السيارات التي تم تسليمها للمواطنين. نحن نتعامل على الموقع الالكتروني مع حوالي 39500 طلب، تم تخصيص منهم حوالي 18800 سيارة حتى نهاية مايو الماضي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق، كان مهم جدا نسمع من حضرتك التحديث، وكان مهم جدا اننا كمان نبقى في حاله تواصل طول الوقت مع الناس، وفي ناس في قوائم الانتظار. المبادره واحده من اهم الحاجات كمان اللي بتميزها فكره الاولويه في التقديم والاولويه في التسليم. دكتور طارق عوض متحدث باسم مبادره احلال وتجديد السيارات، بشكرك شكرا جزيلا.